إثيوبيا الآن يعني فيها قوميات مختلفة وفيها مسلمين حوالي 43 مليون يعني مسلم. يعني المسلمين الدستور الإثيوبي أعطاهم يعني الحرية التامة لكي يناشطوا الدين حقتهم بطريقة ما يريدوا ويقدروا عليه. في الحكومات السابقة خاصة في الحكومة الإمبراطورية الهيلي سيلاس والحكومة الدرق الظالمة كان يعني المسلمين في إثيوبيا ما كان عندهم يعني اسم شنو ما كان عندهم حرية أن يمارسوا الأديان حقتهم. حتى الذين يمارسون الدين ويمسكوا عقيدتهم بطريقة صحيحة يقاتلونهم ويهرجونهم من البلاد ويسجنونهم. يعني ما كان عندهم يعني حرية تعمل. لكن الآن الدستور الإثيوبي بعد دخول هذا الحكومة الإهادك الدستور الإثيوبي سمح للمسلمين أن يمارسوا يعني دينهم بدون أي تقوت. والآن المسلمين يمارسون يعني دينهم بطريقة هي أحسن بدون أي تقوت. الدين في إثيوبيا فرق والحكومة فرق. الحكومة والدين لا يتلاقان شيعاني لا يتلاقاني. الحكومة لا يتداخل في الدين والدين لا يتداخل في الحكومة. فلهم علاقة إذا يعني لتلمية البلاد لهم علاقة لتلمية نمو البلاد ولمشكلة السلام لهم علاقة جيدة. لأن الدين الإسلامي ما علينا إلا ندرس أن الدين نعمل الدعوة ونشر الدعوة أن الإسلام. لكن إذا جاء شيئا يعني أكثر منه ويعني أكثر على طاقة المسلمين تتداخل الحكومة لسبب السلام ولسبب التلمية بتاعت البلاد. على حسب الضغوط اللي كانت من بداية يعني ما في مدارس يعني كفاية ما في يعني جامعات كفاية كده بتدريس النشؤون الدينية الإسلامية. فالآن يعني أكثر يعني بطريقة يعني متأخر أما بطريقة يعني في القرى نرى الآن القرآن يقرؤون القرآن لكن مدارس الآن ما موجودة بسيطة من المدارس نجدهم في إثيوبيا يعني حول أديس أبابا وحول ديرودوا وقليلا من الصومان. لكن الأكثر يعني نتعامل الآن مع تركيا. تركيا يعني تبنى مساجد ومحلات تاريخية محلات المشايخ التاريخية مثلا الآن يعني هم يبنون في نجاشي بأحسن حالة. هذا يعني أكثر يعني بنقول لتركيا. والله نتوقع من مسلمين الإثيوبيا أن يدرسوا أمور دينهم بالذي هي أحسن وأن يهدموا كثير وينموا بلادهم ويقووا دينهم ويقووا دولتهم ويكونوا عندهم يعني اسم شنو التكاتف والترابط مع باقي الأديان الموجودة في إثيوبيا كما كانت. make the our program.